بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هعرفكوا ازاي تصلحوا الساعة لما تكون الارقام بتاعتها ضايعة زي كده. هو للأسف يعني تصلحها هيبقى يعتبر تغيير المكنة كاملة، لان تعتبر كده المكنة انتهت، تبقى سبب دخول مية او العمر الافتراضي بتاع المكنة انتهى. هعرفكوا النهاردة ازاي تغيروا المكنة بتاعتها والساعة تعود تاني زي ايه زي الاول انها جديدة. واول حاجة هنفك السير ده، بعد كده هنجيب مفك ونفك الغطا بتاع الساعة. ما كان صيني اصلا. بعد كده هنفك المكنة من هنا عشان ايه ناخد الحجر منها. هنجيب مكنة جديدة زي كده من أي محل بيبيع قطع غيار ساعات. المكنة دي في الجملة يمكن تعمل لها في حدود 15، حسب، في منها نوعين، في النضيف وفي منها الرخيص، في منها ب10 وفي منها تلاقيها ب15 و20. بيكون فيها موجود حجر بس الحجر ده فاضي. هنغير الحجر، ركب الحجر الثاني كده. نيجي بقى عشان نركب المكنة نركبها صح، هنشوف زرار النور فين اللي هو اللايت، هنا مكانه بيبقى هنا، هنا في زرارين وفي هنا زر فرادون. هو نشوف اهو النور فوق هيجي هنا مع الايه مع الزرارين اللي هما فوق. تأكد ان الزرار متبيتة كويس. نظبط الوقت عادي بسهولة جدا. لو عايزين تعرفوا ازاي تظبطوا وقت الساعة الكاسيو هتخشوا على القناة بتاعتي وهتلاقي فيديو ازاي نظبط وقت الساعة الكاسيو. وكده هنقفل الغطا طبيعي جدا عادي جدا، حط الجوان كويس زي كده.
نربط المسامير ونقفل الغطاء. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا اي فيديو جديد هيظهر ليكم، ولو وصلتوا اي حاجة اكتبوها في التعليقات عندكم وان شاء الله هعمل لكم فيديو بيه.